خلينا بقى نروح للملف الأهم دلوقتي كريم، وزي ما احنا متعودين طبعا هي يعني حاجة كانت أسعدتنا جميعا، كنا حابين نقول تاني يوم على طول صباح النصر لكن احنا كنا أجازة، بس أهم حاجة إن الأهلي دايما بيفرحنا، وكانت زي ما كلنا شفنا بداية قوية لمسابقة الدوري الحمد لله لحد دلوقتي، وهو متصدر الجدول بالعلامة الكاملة بعد الفوز زي ما حضراتكم تابعتوا كمان في أول أربع مباريات، وطبعا كان آخرهم على المقاولون العرب كان بهدف نظيف جدا، ومحتاجين بقى نحافظ يعني هو ده بقى اللي احنا عايزين نقوله، محتاجين نحافظ على هذه النتائج. امامنا كمان مبارتين قبل في الدولي زي ما حضراتكم عارفين، يعني عندنا هنا بنتكلم عن غزل المحله ان شاء الله هتكون بكره، وبعد كده سموحه، فحابين برضو نكرر اللي بنقوله كل مره واللي دايما منتظرينه، لاعبتنا والجهاز الفني عايزين نحافظ على الصداره، وعايزين ندخل كده كل توقف دولي واحنا محافظين على ده. يعني بص يا كريم نجيبها من الاخر، احنا عايزين نخلص الدوري بدري، يعني بدري بدري زي ما بيقولوا، عندنا بعد كده توقفات دوليه كتيره، وهيكون كمان طبعا في اجهاد للاعبينا اللي بيشاركوا باستمرار مع المنتخب وغالبا الفريق كله، يعني لو احنا هنتكلم هو الفريق كله، ان ده كمان الموسيماني قاله في المؤتمر الصحفي لو انت تابعت، احد يعني الصحفيين بيقول له طب انت ليه ما بتاخدش بدائل لعيبه مش اساسيه، خليهم يلعبوا مكان اللعيبه عندنا اللي هي بتاعت المنتخبات، يعني قال له ايوه زي مين، ما الفريق كله عندنا بيلعب في المنتخبات، فيعني اريح مين واحط مين، فهي دي كانت نقطه فعلا معاه حق فيها.